بين قال اللي فما شكون يعرفوها فما شكون ليه. انا قبل ما نجاوبوا على بعض يمكن الشهادات ولا الاسئله اللي جاتنا دكتور، نحب نفهم شنو هو اللازير هذايا بالضبط، كيفاش يتعمل اللازير هذا؟ نسميو لو فامتو لازيك. يتعمل سوغ دو زيتاب. هو من قبل ما ندخلوا فيه هو فما توت اون بريباراسيون، تحضير نتاع المريض يتعمل قبل ما دخلوا للعمليه الليزر هذه اللي هي ليكزام، فيه كلينيك وفيه بارا كلينيك. المريض يجي للعياده نعملوا له فحص كامل للعين، قرنيه، العدسه نتاع العين، ضغط العين، كشف قاع العين اللي هو لو فوندوي، ونقيسوا له النظر نتاعو برشا مرات قبل القطره، ونقطروا باش تحل البيبي افون لا ديلاتاسيون ابخي لا ديلاتاسيون، وبعد نختاروا اكثر معناها احسن مزور عطاتنا اكثر اكويتي فيزويل. وبيان سور وقت اللي باش نعملوا العباد اللي باش نعملوا لهم لازير لازم تكونش عنده مرض اخر في وسط العين. ما نجموش نعملوا لازير عند واحد عنده شبكيه مقلعه من بلاصتها، ما نجموش نعملوا لازير عند واحد عنده كاتاراكت ماء ابيض في العين. كي تقول لي انت نقيسوا نظر، شنو هو مثلا القياس اللي نجموا نبنيوا عليه العمليه هذيا، ولا وقتاش نجموا نقولوا نجموا نعملوا توا اللازير؟ شوف اللازير بالنسبه للعمر سا ابارتيغ دو 20 ans. ركزوا مليح خاطر نذكركم اللي فما اليوم كادو تربحوا به. نعاود نذكر مثالش بالسؤال، ركزوا مليح بالاجابه نتاع الدكتور انا باش نعاود بالسؤال. دونك ابارتيغ دو 20 ans. من 20 ans الفوق نجموا نخدموا اللازير نتاعنا من غير مشاكل. كيما قلت لك لازم تكون الباقي نتاع العين لابس عليه، ما عندناش مشاكل اخرى في وسط العين. حاجه ثانيه لازم تكون نظر ستابل. نقولوا ستابل معناها ما بين 2-3 كونسلتاسيون فما الفارياسيون اللي صارت اقل من 0.5. يجيش اليوم تلقى عنده موان 3 يرجع لك بعد عام تلقى عنده موان 5، ما نجموش نخدموا لازير بالنسبه للعبيد هذم. وهو نظر بطبيعته يولي ستابل ابارتيغ دو 20 ans يركح اموره منظمه، 18 ans يبدا يركح يبدا ما عادش يتحرك برشا. ما دام انت قلت موان 5، انت قلتها كمثال، نحب نعرف موان 5 نجموا نعملوا اللازير بالنسبه لوين نجموا نخلطوا باللازير؟ بالنسبه للميوب نجموا نوصلوا حتى ل 8. ل 8 ويتدمي ان غون ماكسيموم ما نجموش نفوتوا. بالنسبه لجماعه البلوس حتى ل 5 5 ونص نجموا نخدموا. معناها موان 8 وبلوس 5 5.5. بالنسبه للاستيغمات كيف كيف نوصلوا حتى للخمسه. من بعد عندنا حاجات اخرين يحكموا فينا احنا. مع الاكزاما كلينيك اللي قلت لك عندنا ايماجري باش نعملوا ديزيكزاما كومبليمونتير نقولوا اللي هما التوبوغرافي اي لا باكيمتري. شنو هما؟ التوبوغرافي باش تعطينا الفورمه نتاع القرنيه، فماش اون كونتر انديكاسيون. اسكو الفورمه نتاع القرنيه تسمح لنا باش نخدموا اللازير هذا والا لا؟ ما عندناش مشكل كيما لو كيراتوكون كيما في حاجات ما تخلينيش نخدموا. الثاني الباكيمتري اللي هي سمك القرنيه اللي ما لازمتوش يكون اقل من 500 ميكرومتر. اقل من 500 ميكرومتر ما عادش نجموا، ما عندناش بلاصه كافيه باش نخدموا الخدمه هذه، وتنجم تعطينا من بعد شويه مشاكل. هذاك علاش في اللازير لازمتنا اون بوز لي بون انديكاسيون. مش الناس الكل تنجم تخدم. قبل ما تقول للمريض باش تخدم ولا لا لازم تعمل له الفحوصات هذه الكل باش نهربوا من بعض من الاعراض اللي فما شويه عباد حكاو عليهم. بالنسبه للفحوصات هذوما دكتور وقتاش يجيو؟ معناها قبل قداش مده من اللازير؟ يعني نحكيو مثلا قبل بشهر لازم نعملوا فحوصات الكل، قبل يمكن زوز اسابيع ابوبخي قداش؟ شهر زوز اسابيع يقعدوا ديما فالابل، نقولوا شهرين ثلاثه اونكور فالابل. ما تنجمش تعمل اليوم تجي تاخذ قيس وترجع بعد عام باش تعمل، ليه؟ لازم اون دوا فيريفي مره اخرى القياس وكل شيء باش نشوفوا امورنا واضحه ولا لا. ينجم مريض يجيك تو ما عنده حتى شيء، بعد عام يولي عنده حاجات اخرين، ينجم يكون هو كلا ضربه على القرنيه في العام هذاك. نجم برشا حاجات يصيروا. دونك ماذا بينا ديما ليزيكزام هذوما يكونوا جدد، قد ما يكونوا جدد قد ما نكونوا نحن اون سيكوريتي. ونذكروا موان 8 وبلوس 5 هما اللي يجموا يعملوا اللازير هذايا. من بعد فما دوتر ميثود. العمليه كيفاش تصير بالضبط دكتور؟ بون تحضير المريض كيما قلت لك، ناخذوا القياس الصحيح وفي لا توبوغرافي لا باكيمتري تبدا امورنا الكل قدامنا. العمليه ما تستحقش اوسبيتاليزاسيون، تتعمل اونوبيلاتوار في نهارها. فهمت؟ ما تستحقش واحد يجي صايم ولا حاجه. البنج على حد العين بالقطره، سي دي كولير معناها انستيلاسيون دو برودوي، ما فماش
بونج لوكال ولا جينيرال معناها جوست على حد حد فاش بونج جينيرال على حد العين بونج. احنا مازال باش نحكيو اكثر دكتور تفسر لنا اكثر. نذكركم رقم الهاتف 31 380 1000 31 380 1000. مرحبا بالاسئله نتاعكم. نحكيو اليوم على اللازير ونحكيو على الجراحه لتصحيح النظر. راح راجعين تجمو تربحوا الباك دو سوان هذايا كي تجاوبوا على السؤال نتاعنا اليوم. من اي عمر ابارتير دو كلاج نجمو نعملوا اللازير؟ جاوبونا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام. تجمو تجاوبوا على السؤال وتربحوا معنا الكادو هذايا. سينو كان عندكم اسئله لضيفنا اليوم دكتور سامي نجار اخصائي في امراض وجراحه العيون والعلاج بالليزر تجمو تكلمونا على ال 31 380 1000. نعاود رقم الهاتف 31 380 1000. قبل ما نمشي للتليفونات دكتور جينا سؤال توا ما عند مستمع قاعده تبع فينا تقول اللي هي قاعده تحضر توا باش تعمل اللازير لكن هي قاعده تلبس في اللونتي ما تنجمش تنحيهم. يعني اسكو لازمها تنحيهم ولا مثال تقعد حتى الاخر وقت بهم؟ اقل حاجه يومين ثلاثه ايام قبل ما تعمل الليزر تكون اللونتي منحيه وما عادش تلبسها. حاجه اخرى نهار العمليه نهار الليزر بد مكياج. هذا المستمعات هذوما كيف با دو برودوي كوزميتيك ابد الكل. داكور نون بلو دونك با دو ماكياج. هذا لو جور دو لانترفونسيون بور لي لونتي مينيموم 2-3 جور قبل. ميسيل شوك الماكياج ميسيل نجمو نهار على نهار ميسيل نحيو الماكياج باش نعملو اللازير ونرجعو في فورم. انا نحب نسالك دكتور ملي كنا صغار هكايا ولدينا يقولونا كلوا سفناريا هكايا باش تقوي النظر نتاعكم. يقوي النظر السفناريا الاكسون نتاعو ماهيش على القرنيه سي بلوتو على الشبكه معناها ما يجمش حد بلوتار مش نستحقوا ولا بعد ما يجمش هكا يقوي لنا النظر شيء لا المواويت والمواساك وكل ما لا ما يتصلحوش. اما نجمو نعملو اللازير باغ كونتخ بيان سور. داكور انا من اللازير نحب نمشي معاك للجراحه دكتور. شنو هو الفرق بيناتهم بين اللازير وبين الانترفونسيون؟ الانترفونسيون هما شكون العباد اللي نعملوا عندهم نعملوا لهم لي انترفونسيون هذوما اللي العباد اللي ما تنجمش تخدم اللازير. باش تزيد تفسر لنا اكثر تفاصيل الموضوع هذايا بعد اذان صلاه العصر. توا وقت صلاة العصر في مدينة تونس. تقبل الله صلاتكم وتوا باش تجاوبني دكتور الجراحة واللازر شنو الفرق؟ دونك العباد فما عباد ما تنجمش تخدم اللازر نتاعها نوليو نلتشئوا للجراحة كيما عباد تبدا كيما لي ميوبفوغ عبد عنده أكثر من إلا 8 إلا 10 ونوصلوا حتى للموان 18 دو ميوبي نجموا نصلحوهم الكل بالجراحة. باهي نسميوها لامبلونتاسيون إي سي إل. كيما لونتي عدسه تتحط في وسط العين ما غير معناها ما تستحقش بونش كامل سي تاناك تخي رابيد فهمتني في نهار واحد تعمل امبيلاتوار في نهار ويجم من غدوه يرجع نورمال من غدوه شوف ديجا بعد لازيك ما نعطيوش كونجي تعمل اليوم غدوه تخدم على روحك بدات بعد الانترفونسيون ماكسيموم 24 دو روبو ومن بعد الواحد يلغوبرون سافي نورمالمون وكهو ما فماش معناها ما فماش روبو طويل وما فماش ما نستحقولوش الشيء والعباد الخوافه سيرتو سمعنا في الميكرو تروتوار فما شكون يقول لك نخاف انا منها العمليه هذه ما توجعش ما فيهاش ما توجعش ما تقلقش ما نمسوش حتى ستركتور نحن ماناش باش نحيو ونبدلوا حاجه بحاجه باش ريسبكتي الستركتور الموجوده الكل باش ندخلوا بالزريقه ما غير ما نحلوا ما غير غرز ما غير حتى شيء باش ندخلوا باش نحطوا العدسه اللي تحط فيها انت فوق القرنيه هذيك لونتي باش نحطوها نحن في وسط العين تتحط مره برك ما تقعدش تنحي وتلبس بلوس سيت اون انترفونسيون اللي ريفيرسيبل معناها نجموا نحيوا العدسه نجموا نحيوها بون هو مش هو باش ينحيها في الدار اكيد وجينيرالمون نحن ما نحيوهاش نحيوها كونش كي تعمل مشكل والمشاكل نتاعها تخي غار معناها قليل وين نلتشقوا باش نحيوا العدسه هذه من العين معناها ما يجيوكمش برشا حالات انه نحيو العدسه والاكثر نتصوروا انه اللازير دكتور نعاودوا نذكروا لي موا 8 وبلوس 5 هما اللازير فوق من هذم وقتها نخرجوا في اكثر من 5 جوبتري داستيماتيزم ولا اكثر من موا 8 وحاجه ندخلوا في الامبلون بي سي ال سواء توريكس ولا سفيريكس ونذكروا للجراحه اللي ما دومش برشا يعني دونك فيت في تصير للناس اللي هكا يكون يخاف ويقول لك اوه عمليه على عيني وباش نقعد وباش يعني حتى البنج بنج على حد العين ما تستحقش سبيسيزاسيون تاخذ ما اكثرش من 5 دقائق الحكايه الكل فهمت معناها ما فيهاش فما حاجات فما ديزيكزامان عملوهم قبل قبل ما تحط تعمل الجراحه هذه اللي هما بيومتري لا توبوغرافي لو كونتاج اندوتيليال
فهمت هذوما باش يمنعونا من بعد من المشاكل وقت اللي يبداو هذم بهين وتخدموا بالقدا امورهم واضحه من بعد ما يصيرولناش مشاكل بعد العمليه. باهي خلينا نمشي نقرا شويه لي ميساج اللي جاونا على الباج فيسبوك نتاعنا. مدام سونيا المرسني من المهديه عمرها 52 سنه وتقول واني عندها تونسيون في عينيها، اسكو تعمل جراحه ولا تعمل لازر؟ شوف باش نقولوا جراحه والا لازر مش تونسيون باش تحكم فينا وتقول لنا. هذا كان قلت لك كيما النمبر اللي عندنا واحد وكل شيء، تبقى في الحالتين لازم تكون التونسيون باهيه والعرق نتاع العين في حاله جيدة. ومن المستحسن بالنسبة للعباد اللي عندهم التونسيون اون ايفيت سورتو اذا كان معناها سيت اون هيبرتوني كي ني با ايكيليبري ليزامبلون اي سي ال ينجموا يطلعونا شوية في الضغط نتاع العين. داكوغ. بالنسبة للليزر ما عندناش مشاكل. باهي. اون كونديسيون كيما قلت لك تبدا التونسيون نتاعها ايكيليبري وباهية ولو نير اوبتيك يل فونكسيون بلوز او موان نورمالمون. باهي. مدام حسنة من برج سدرية تقول اللي بنتها عمرها توا 20 سنة وتلبس لي لونيت ملي كانت صغيره، نسبه النظر نتاعها 7 على 10 هكا، كان انا غلطه صح لي دكتور نقولوا 7 على 10. وتحب تعرف اسكو تنجم توا بنتها تعمل لازير؟ قداش عمرها؟ 20 سنه. 20 سنه نجموا نعملوا، تبقى شوف لازم نثبتوا اللي القياس نتاع المرايات هو القياس احسن قياس نجم تاخذه. اي 7 على 10 هذوكم نتاع المرايات اذا كان القياس احسن قياس يوليوا يشوفوهم من غير مرايات. باهي. مش معناها باش نعملوا اللازير هي حدها تقف السبعة على 10، مثلا عين بخيله حدها تقف السبعة على 10، وقت ما اللي باش تعمل الليزر باش تقف السبعة على 10 من غير مرايات، مش باش توصل ل 10 على 10. باهي. فهمتني؟ نجم يكون المرايات ماهيش مصلحه مليح وقتها نجموا نعطيو لابون كوريكسيون اللي تنجم تعطينا 10/10. باهي. نحب نذكر انا مادام حكينا على العمر اللي عندنا اليوم سؤال، لابارتيغ دو كيلاج في اي عمر من اي عمر نجمو نعملوا اللازير؟ جاوبوا على السؤال هذايا وعندكم كادو للربح باك برودوي دو سوان من اهداء لي لابوغاتوار اس في ار، تلقاو فيه جيلي موسون سيكافيت وكريم موس بلور. جاوبوا على السؤال هذايا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام. سينو نذكركم اللي على ذمتكم ال 31 380 الف، 31 380 الف، كان عندكم اسئله لضيفنا اليوم الدكتور سامي النجار اخصائي في امراض وجراحه العيون والعلاج بالليزر. نحكيو على اللازر ونحكيو زاده على الجراحه، وقتاش اللازر ووقتاش الجراحه. دكتور نحب نسالك انا بالنسبه للعباد اللي يخافوا من اللازر او يجموا يعملوا لازر، يجموا طول يمشيوا الجراحه هما يختاروا انهم يمشيوا للجراحه؟ لا 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 دو بريفيرونس نو، ماننا نعملوش قيمه. قلت لك نعملوا الجراحه وقت اللي الليزر ماهوش ممكن، خاطر الجراحه تقعد ديما جراحه. والليزر العين ما تحلش من برا اقل، معناها ديما نمشيو للليزر. وفي حاله ما اذا ما نجموش الليزر لازيك نجمو نمشيو للترونس بي كي ار، سي ان اوتر تيب دو دو دو, دو لازير نتاع تصحيح النظر. ومن بعد فما لي زامبلون هذوما لي زامبلون اي سي ال. باهي هذايا انت جاوبت على سؤال بلال من المكنين اللي يقول اللي هو ياسر خوفوه من اللازير، يجم يعمل لازير اما ياسر خوفوه من اللازير. دونك هيك علاش سال اسكو يجم يعمل جراحه، اسكو هي هكا يمكن اذا كان عنده الحق في الليزر وعينه تسمح له باش يعمل الليزر يعمل الليزر نتاعو، يقوم بالفحوصات اللازمه ومن بعد ينجم يعمل الليزر نتاعو وما فيش حتى مشكل. باهي داكوغ، احنا مازلنا مواصلين معاكم، خليكم معنا ال 31 380 الف على ذمتكم. كان عندكم اسئله مرحبا باللي كيستيون نتاعكم ومرحبا باللي ريبونس نتاعكم زاده على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام. من اي عمر نجموا نعملوا اللازير؟ جاوبونا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام. سينو نمشيو. مرحبا مرحبا، على السلامه. يعيشك. عايشك. انا عامله عمليه لعيني على العدسه، بعد العملية بجمعة تضربت على عين. إيه. جيت رجعت للطبيب قال لي عندك شبكية مقطعة، الزعروق مقطعين. إيه. تعملت العملية وعملوا لي السيليكون. إيه حطيت السيليكون. إيه. بقيت بيها عام ونص، كل ما نرجع للطبيب نقولها راه هاك وهاك عندي سيليكون، تقول لي لا صبع عينيك. قالت لي عام ونص. قالت لي بعد العام ونص ساقط. بعد العام ونص؟ يلزمنا نحوه. شنو اللي باش نحيوه؟ السيليكون قالت لك نجمو نحيوه. ايه. ايه. بعد ما نحيته عيني ما عادش رابيه. رابيه فلو. ورجعت لها طبيبه ولا لا؟ ايه رجعت لها، رجعت لها. باسكو رجعتني معدي عند ريزيدون. كي لقات عينيا من بعد وليت نشوف في زوز تصاور هكايا. نشوف عطتني لينات. نشوف بها نشوف زوز تصاور.
كي نركز على التصوير في التلفزيون. قداش توصل على 10 بالمرايات يا مدام؟ نعم. قداش توصل على 10 بالمرايات؟ والله عندي عيني اللي نحكي اللي فيها العملية والضربة والسيليكون. واحد على 10. كي رجعت للطب اش قالوا لك؟ شبكية في بلاصتها؟ اسكو عاودة تتقلعت من بلاصتها؟ اسكو قبل ما تنحي السيليكون خدمت اللازير نتاعك والا لا على الشبكية والا لا؟ اي عملت ليزر. قبل ما تنحي السيليكون عملت الليزر؟ عملت الليزر ما عادش نجم نتحمله، الليزر ما تحملتهوش. عينيا ما كملتوش الليزر نتاعك؟ عملت ثلاث مرات هكا هاو، ثلاث حصص هكا هاو. ثلاث حصص. وقبل ما تنحي السيليكون نظر كان باهي؟ لا لا من اللولو ماهوش باهي، حتى بالسيليكون ما كانش باهي. اي خاطر انا ديابيتيك. عندك السكر، وعندك السكر ماس العين ولا لا؟ اي مس يا عيني سكر. مس العين، مس العين. وبديت اللازير على السكر انت مش على تقليع الشبكي؟ لا لا على في الزوز عينين عملتوا الليزر. اي عيني الزوز. عينيك الزوز. دونك الليزر اللي عملناه كان ليزر على السكر اكثر من اللي هو ليزر على الواحد. وثلاث حصص مرات على بعد ما عملت العمل العدسات. عملت 9 مرات ومن بعد العملية الثانية يعني عيني الثانية الشبكية قال لي مقطع. شوف أول بروميير إيتاب، أول حاجة لازم تعملها اللي السكر لازم يتنظم. هذيك حاجة بيدك أنت ماهيش بيد حتى أنت وطبيب السكر نتاعك. لازم تنظم السكر خاطر باللي باش تعمل في العين. أول حاجة باللي باش تعمل في العين، شوف باللي باش تعمل في العين لازير عمليات وكل شيء، إذا كان السكر مش منظم ما نجموش نقدمو. هذه واحدة. اثنين، تولي تخاف على عينك الثانية. توا الأولى احنا في مشكلة توا، مي الثانية أبارامون ماهيش خايبة. دونك حتى الثانية عاملة عليها عملية عدسة هذيك ماهيش مشكل، النظر نتاعها به شبكيتها في بلاصتها. إذا كان السكر يقعد ماهوش منظم حتى الثانية تنجم تصير فيها مشاكل وتتقلع الشبكية ويصير فيها نزيف ويطلع الضغط في وسط العين. وترجع لطبيبتك مدام وتعاود تعمل لي كونترول الكل، تعاود تعمل كونسلتاسيون عند طبيبتك، نشوفوا الحاله وين وصلت وتنظم السكر نتاعك. انا من تليفون مدام هندا. دكتور حاب نسال، يعني شخص ديابيتيك ينجم يعمل لازير؟ لازير شنو؟ شوف لازير راه بليزيوغ تيب، لهنا نحكيو على لازير تصحيح النظر. ديابيتيك سي اوتر شوز، سي لازير ارغون، سي فوتو كوكولاسيون ريتينيال، التي اللي تعمل في الشبكيه ما عنده حتى دخل. ينجم يعمل اللازير نتاعو، مي كيما قلت لك من الاول تعمل اللازير عند عبد بقي العين لابس. اذا كان عندي انا سكر وسكر في العين عامل نزيف وتقليع شبكيه وضغط طالع وكل شيء، سي مش يمشي يتصلح، ما يتصلحلوش النظر. معناها اذا كان هو يشوف واحد على 10 بمريته ما تمشيش تعمل له انت تصحيح نظر، ماهوش باش يتصلح. شكرا لاتصالك مدام هندا من حي تضم، ان شاء الله نكونوا جاوبنا على السؤال نتاعك. خلينا نمشي توا للمستير مع مدام ساره. الو. الو يا عسلامة. مرحبا بك مدام ساره. يعيش مدام ساره. كنت تعرفوا عليك ساعه قداش عمرك؟ عمري 30 سنة. باهي. عمري 30 سنة. باهي مرحبا بيك، والسؤال نتاعك تفضل. ربي عندي ولدي أنا توا عمره 7 سنين ونص. فقط بيها عمره 3 سنين. مدام سارة كان تسمح كنتش تبعد شوية على الحس خاطر الصوت مش واضح بالكدا. إيه فقط الخدمة بس عليه. باهي. باهي. حسيت ولدي هذا عمره توا 7 سنين ونص، فقط بيه ملي عمره 3 سنين، عيني ما تتحركش. حتى نتبع معاه نصور، فهمت؟ العين اللي لبست عليها توا ولات هي اللي تعبه، معناها العين اللي لبست عليها شويه؟ هي اللي تعبه توا، العين اللي لبست عليها قالت هي اللي تعبه. شو معناها لبست عليها؟ اثرت عليها ولات هي اللي ناقصه نظر، فهمت؟ باهي، دونك ولدك عمره 7 سنين ونص قلت وعينيه ما تتحركش هكا؟ عنده عين بخيله توا، العين الاخرى ولات ناقصه نظر برشا، العين اللي كانت لبست عليها. باهي. فهمتني؟ بوي يحب يعمل له لازير كي يكبر، الصراحة أنا خايفة منه، فهمتني؟ دونك تقول لك بو يحب يعمل له لازير وهي خايفة. شنو اللازير اللي باش يعمله مدام؟ بو باش يعمل له لازير على شنو اكزاكتومون؟ في بالي يحب يرجع له عينيه من غير مرايات، معناها ترجع يرجع. لا مدام، لا مدام، لا ما تصلحش توا. بالنسبة لولدك مشاكله أخرى كو الشيء هذا. أول حاجة اللازير عمره مازال صغير، وما نحكيوش على اللازير قبل 20 سنة. وما يتعملش الليزر قبل 20 سنة. اثنين، لازم يشوف شنو هي المشاكل نتاع عينه، وإذا كان فما عين فيها حول ولا عين فيها مشكلة لازم نصلحوها. إذا كان عندنا عين بخيلة مازال عمره 7 سنين ونص نجم نصلحوا العين البخيلة. ينجم يتصلح دكتور. شوف العين البخيلة تتصلح، فما دي ميثود نصلحوا بهم، نسكروا العين الباهية، نصلحوا نضر يلبس مرايته وما ينحيهمش. عندنا الحق حتى العمر 11 12 عام. إذا كان فات ولدك العمر نتاع 11 12 عام راهو بخل نتاع العين ما عادش يتصلح مدام.
دونك وقته توا تهزو وتثبت له النقص وان في ان بيلون اورتوبتيك اي كان فما اون امبليوبي اون تريت لامبليوبي كان فما بخل نتاع عين اون بو لو تريتي توا العمر مازال يسمح لنا اي مدام صغير 27 ونص بالنسبه للليزر با افون 20 عام مدام ما عمروش 20 سنه ما نجموش نحكيو على الليزر بالنسبه لولدك ويظل توا الفرصه باش يصلح كل شيء قبل عمر 20 سنه قبل 11 12 عام خاطر لامبليوبي راهو تريتمون دامبليوبي بعد 11 12 عام ما عادش عندنا حاجه كبيره نجمو نعملوها باهي شكرا ليك مدام ساره انا في الاطار هذايا دكتور كان تسمح لي نحب نسال بالنسبه للعباد اللي ناقصين من قريب هل يجمو يعملوا لازير ولا وي سي سكو نابيل لو بريسبيلازيك عند العباد بعد 40 عام نجمو توا نصلحوا نقص النظر البعيد والقريب مره واحده في اون سول ايتاب سي سكو نابيل لو بريسبيلازيك يتصلح ما فيش حتى مشكل بيان سور فما كيلكو كونديسيون مش العباد الكل نقعدوا ديما نشوف معناها فما كيلكو كونديسيون عباد معينين نجمو نعملو ما يتبقى العباد اللي ناقصه من قريب ومن بعيد تو نجمو نصلحوهم الزوز القريب والبعيد في ايتاب بركه اللي هي بيدها بلوز او موان اللي حكيتها من بكري ما فماش حاجه كبيره سوف بون الحساب ولوغو مودلاج نتاع الكورني فما حاجات اخرين دي تكنيك تبعينا نحنا بون ما فماش حاجه من ايتاب ولا باش تنحي القريب وحده وبعد تنحي البعيد الزوز يتعملوا في ايتاب بركه كيف كيف, كيف انا باش نكمل في تليفوناتكم ذكركم رقم الهاتف 31 300 وثمانين الف اليوم نحكيه على الليزر وعلى الجراحة لتصحيح النظر وخلي نمشي توا السوسة مع سي إلياس مرحبا بك سي إلياس أنيس أنيس سامحني يا سي أنيس نعاود معانا سي أنيس من سوسة شنو أحوالك يا سي أنيس الحمد لله شنو أحوال سوسة لاباسة الحمد لله لاباسة الحمد لله تفضل سي أنيس يعيشك ميرسي حبيبي نسال الدكتور دونك انا عندي خطيب اللي عمرها طويله بريسك 30 تويت عندها البيضه ديابيتيكي عندها سكر مثلها عينيها دونك عمرها 38 سنه ديابيتيك وسكر مثلها عينيها عنده توا 10 سنين السكر مثلها عينيها عندها توا 10 سنين وعمرها 38 سنه ايه ما عادش تشوف تو كومبليت مون راي كنت 10 سنين ما عادش تشوف جملة باهي حسيلو مشيت عديت سيانيس شنو اي تعدي كنت بيب قال لها راهو الشبكات خلعت من بلاصتها داكو باهي اسكو معناها ثم حل والا لا مع العلم انها راهو نقولوا احنا كي يتنحى لها السكر معناها يرجع السكر ما يتنحى ويرجع منظم بريجل ما عادش يطلع جمله ويتنحى اصل الجمله معناها ما عادش تستعمل هي الانسولين اسكو تم حل انها ترجع والا لا؟ ثم عمليه تم حل معناها والا لا؟ سؤال يجاوبك عليه الدكتور تفضل بالنسبه للتقليع الشبكيه عند العبيد اللي عندها السكر الشبكيك وقت ما تقلع لازم تيش تقعد برشا مقلعه من بلاصتها على خاطر تشيح والترجيع نتاعها يولي ما عنده حتى فايده خاطر حتى كي ترجعها كيما شجره باش تقلعها من بلاصتها كي ترجعها بعد درج ما تنجم ترجع تعيش وقت ملي ترجعها بعد عام واثنين وثلاثه ماهيش باش تزيدنا حتى شيء هذه الاولى وتقليع الشبكيه عند مرض السكر هي شبكيه مريضه بالسكر سي اون ريتين اسكيميك واحد وكل شيء دونك الحقيقه في السيتواسيون نتاعو هو ما فماش حاجه كبيره باش نعملوها العمليه ما تنجمش ماهيش باش تربحنا حاجه كبيره باهي ان شاء الله الطب يتطور احنا نقولوا سي انيس ان شاء الله في العوام الجايه نشوفوا عمليه نجموا نلقاو بها حل انت ان توكا شكرا على اتصالك اي تفضل اي هي راهو عند عين اليمين يقول لي هكا اليمين ساعاتك تشوف بها كل خيالات فهمت مش ديما ما ساعاتك تشوف لك خيال تاع يدها ولا فهمت حاجه كامل هذه حاجه معناها الوحيده اللي تشوفها هي اما مش ديما نحاولوا ننظموا السكر نتاعنا ونستحفظوا على الموجود نستحفظوا على الموجود فهمت دونك انا متفائله بصراحه دكتور ومتفائله سي انيس ما تعرفش على العلم كيفاش يتقدم بين اسابيع وبين حتى اعوام ان شاء الله نشوفوا تطور اكثر نشوفوا عمليات نجموا نلقاو بها حل شكرا لك سي انيس من سوسه خلينا نمشي لاريانا توا مع مدام علجيه الو الو عسلامة اختي مرحبا بك مدام يعيشك يبارك فيك الله يخليك باش نسال الدكتور انا عندي ولد خويا نيوب والشبكيه نتاعو تعبه شوي توا ما عادش يشوف معناها عامل لينات ما عادش يشوف بها قداش هو عمره مدام علجيه؟
22 ans. 22 ans, ben, ميوب. وقديش قديش نقص؟ والله نقص ما نعرفش بالضبط، خاطر انا اما ماشي والنظر نتاعو طاح مرة واحدة، معناها ما عادش ينجم يشوف، توا قبل كان ينجم يقرا شوية، توا مرة واحدة ما عادش ينجم يشوف. بالمرايات نتاعو ما يشوفش مدام؟ اي بالمرايات نتاعو ما يشوف دوب ليش حاجة، معناها قليلة. كان كيقرب مثلا التليفون كان كيقربوا بالاخر العين، وحاجة هكا تظلام الدنيا في الليل ما عادش يشوف جملة. مشي عدى مدام؟ اي عدى، عملوا له اللينات والكل. اي وش نقول؟ وما ما معناها نسأل اسك سي بوسيبل في الحالة هذه نجم يعمل ليزر ولا ليزر؟ شوف بالنسبة لليزر تصحيح النظر ماهوش باش يربحنا حاجة كبيرة، خاطر هو بمرايته ما يشوفش. هو الليزر تصحيح النظر باش يعوض المرايات، هو بمرايته لهنا ما يشوفش. لازم نشوفوا المشكل شنو، اسكو الشبكية مقلعة من بلاصتها، فماش ماء في العين، فماش مشكلة أخرى، ماهيش مشكلة الشبكية. هو عنده مشكلة في الشبكية. مشكلة الشبكية هما اللي ناقصين باش نظر تبدا الشبكية جينيرالمون رهيفة وفي ساعة ما تتقلع، فهمت؟ هي تقلعت الشبكية من بلاصتها مدام؟ لا 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 ما تقلعتش. خذيها تريتمون معناها نتاع الدواء تريتمون نتاع حرابش. شنو اللي خذاه؟ تريتمون شنو؟ الحراب الحراب شنو معناها خذاه؟ ما عندكش اسم التريتمون؟ ما عنديش لسه تو، اما حرابش خذاه معناتها استعملهم ومشيت تو معناها 22 في الليل ما عادش يشوف جملة. واللينات مثلا التليفون يقربوا على الاخر العينين. داكوغ. معناها سي بوسيبل الليزر ما ينجمش؟ لا خاطر المشكله ماهيش مشكله مرايات، مشكله شبكيه. والليزر هذا باش يخدم على القرنيه، ماهيش باش نخدم. تبدا عندنا شبكيه من تالي ماهيش باهيه باللي باش تخدم القدام، ماكش باش تبدل. لازم نحلوا مشكله اللي موجوده في الشبكيه في السيتواسيون هذه. اي ميرسي، عايش كي دكتور. بارك الله فيك. ميرسي مدام عاجيه على تليفونك. نذكركم 31 380 ألف على ذمتكم باش تطرحوا الاسئله نتاعكم. اليوم نحكيو على العلاج باللازر والجراحه لتصحيح النظر. ونذكركم اللي عندكم ان باك برودوي دو سوان من اهداء للابوراتوار اس في ار، تلقاو فيه جولي موسون سيكافيت وكريم موس بلور. جاوبوا على السؤال هذايا، من اي عمر نجمو نعملوا اللازر؟ جاوبونا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام. سينو احنا ماشيين فاصل بيك سي احمد. الحمد لله. سي احمد نتعرفوا عليك، ساعه قداش عمرك وشنو المشكل اللي عندك؟ احمد عمري 33 سنه. انا كنت عندي لينات، وقت اللي كنت عندي لينات عندي سامحني سي احمد الصوت مش واضح بالكدا، ما نعرفش كان تنجم انت تبعد شويه من البلاصه انت فيها، خاطر فما شويه هكا ضغط. لا لا دونك اللي سمعته منك تو انت عمرك 33 سنه، وشنو بالضبط المشكل اللي عندك؟ انا معناتها كنت عندي لينات وعين ناقصه 5 وعين ناقصه 7. دونك عين ناقصه 5 وعين ناقصه 7. و ان طون هذا الاج دو 21. حبيت نعمل سمعت باللازيك وكل شيء، حبيت نعمل لازيك ومعناتها في الفترة هذيك كانت عندي شوية في الليل النظر لاباس مريضي، بس في الليل هكا نقص شوية، حسيت بعيني نقص، مشيت عملت لازيك. مشيت عملت لازيك، معناتها عملت لازيك وسافا من الاول مشى معايا بالكدا، وبعديك معناتها بعد شهر كما نقولوا وليت متقلق من الشمس ونظر في الليل نقص مش في العاده، معناتها بعد شهر معناتها بعد العمليه بشهر. دكتور وقعد المشكل موجود حتى لتو ولا جوست بعد العمليه وتنحى؟ خاطر اللي زالو والضو والشيح جوست جينيرالمون بعد العمليه فك 6 شهور الاولى ومن بعد ينقصوا ويتنحاو. واسكو خذيت الدواء ولا ما خذيتش؟ خاطر الشيح نتاع القرنيه موجود هو بعد الليزك، مي سورتو ايميدياتمون بعد الانترفونسيون نحكيو على 6 بروميي موا اسونسيلمون. اي خذيت الدواء انا كي رجعت مرة أخرى نسيت نزيد طبة، معناتها نسيت طبة آخرين، فهمتني؟ كي مشيت لطبة آخرين عاود عمل لي فحص على القاعة نتاع العين، فهمتني؟ قال لي راكي عندك ريتينيت بيغمونتير. ريتينيت بيغمونتير هذيك هي اللي عملتك القلق نتاع الشوفان في الليل.
هذيك هي اللي عامله القلق نتاع الشوفان في الليل الريتين بيغمونتير اول ما تعمل هي تقلقنا في الليل في الظلام اون فوا بلو فهمتني ولا لا دونك القلق ما عنده حتى علاقه باللازيك نتاعك القلق نتاع اللي ماش تشوف في الليل وكل شيء هو تابع سي دو ا لا ريتينيت بيغمونتير الغشاء الليلي باهي سي احمد عندك سؤال اخر؟ دكتور نحب نسأل معناتها فماش كما نقولوا حاليا تو فماش علاجات خاطر نسمع برشا في الانترنت كما نقولوا الخلايا الجذعيه وبرشا حاجات معناتها شنو جديد اللي فما بالنسبه للخلايا الجذعيه مازلنا ما تقدمناش وصلنا في حاجه الكل اون كور دي سي مازال ما فماش حاجه سور قاعدين نخدموا بها على العباد وواحد وكل شيء فما دي تريتمون معناها تريتمون ميديكال ينجم يحسننا شويه يحسننا الدم اللي يدور في الشبكيه يتحسن شويه وما تحس هكا تحسن اللي هو ماهوش حاجه معناها مش نقول لك فما 10/10 ولا حاجه مي خير من تو. باهي احنا نقولوا زاد مره اخرى متفائلين دكتور ما تعرفش على العلم كيفاش يتطور من عام لعام شكرا لك سي احمد انا من احمد باش نمشي المنوبه مع سي رمزي الو الو عسلامه عسلامه سي رمزي شنو حوالك؟ والله سي حوالي الصحه لاباس انتوما احنا لاباس سعداء باتصالك سي رمزي تفضل تنجم تطرح السؤال نتاعك ميرسي عايشك عسلامه دكتور مرحبا مرحبا بك بربي عندي بنوته عمرها 5 سنين ربي يفضلها لك ساعه عايشك ربي يخليك هذيك الوحيده ربي اللي عمرها عامين كي فقنا بها كي تحك بعينيها وكل شيء هزيتها للطبيب قالت لي ستيغمات عملت لينات من معناها من عمرها عامين. اي. سؤالي يا لندرا نجم نعمل اوبيراسيون او بيان لازير وقتاش معناها في انا مر ويا لندرا فيه مضاعفات والا لا خاطر هي ما تنساش بها لينات كل شيء وما عادش تنجم تخزر كان بها اما ساعات هي مثلا تمشي معاي باش تخرج باش تلعب باش تمشي العرس تقول لي بابا نحيها تنحاها تولي هكا متقلقه اي تولي تقول لي رجعها وكلي منرفز شوف سيدي دونك بالنسبه للبنيه لازير وكل شيء ولا الجراحه والا ليزر ماهوش قبل ال 20 عام تبقى شنو لازم نعملوا لازم هي توا من هوني من 5 سنين حتى اللي توصل العمر نتاع 20 سنه تقعد تلبس مراياتها وتعدي بانتظام باش نخليو نضر صحيت كل سيمو شي ليزونفون باش نخليو النظر نتاعنا في 10/10 وهذا اللي خولنا من بعد كي باش نحيو اللونات نقعدوا نشوفوا 10/10 دونك سكي فو فيغ توا هو تلبس لي لونيت نتاعها ما تنحيهمش اون في لي كونترول كل 6 شهور حتى اللي نوصلوا للعمر نتاع 20 عام من بعد نعملوا الفحوصات اللازمه اذا كان ما عندناش مشكل ما يا اوكين كونتر انديكاسيون للازير نجموا نعملوا اللازير نتاعنا من غير حتى مشكل واضح دكتور يعيشك شكرا لك سي رمزي شكرا على الاتصال نتاعك انا دكتور باش نمشي شويه للفيسبوك توا جانا ميساج مع عند مدام جيهان اللي اتصل بنا من جربه تقول اللي هي عملت ديزاناليز على وطلعت ليبيسور نتاع القرنيه نتاعها ما يجيش عليها لازير شنو هو الحل؟ شوف بالنسبه للسمك نتاع القرنيه اللي نقيسوه نحن بالباكيمتري لازيك ما نجموش في اقل من 500 ميكرومتر فو ميو ما نمسوش ما نعملوش لازيك مي فما دوت ميثود كيما لا ترانس بي كي ار اللي في الحالات هذه وين عندنا قرنيه رهيفه نجمو نمشيو بالترانس بي كي ار ونعملو تصحيح النظر بالتكنيك هذه مش بالتكنيك بتاع لازيك بالتكنيك دو ترانس بي كي ار بون ماهمش زوز كيف كيف بالضبط بالنسبه للازيك كيما قلت لك من غدوه نشوفوا 10/10 ترانس بي كي ار تاخذ اكثر وقت باش نوصلوا لل 10/10 او موين شهر شهرين باش توصل للريزولتا فينال اهم حاجه اللي لازيك والبي كي ار الزوز الريزولتا لي ريزولتا فينو هما بيدهم الزوز كيف 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 كيف, كيف, كيف. ونخرجوا من الريسك على خاطر في الحاله نتاعها هي قرنيه ماهيش رايفة شوية ونخدموا فيها اللازيك نجموا نوصلوا المضاعفات نتاع اللازيك اللي نجموا نتفاداهم في الحالة هذه وقت ما اللي نعملوا الترانس بي كي ار. باهي خليك معايا دكتور خاطر باش نمشيو لتليفون آخر مع مدام فاتن من تونس ألو. ألو عسلامة أختي. مرحبا بك مدام فاتن شنو أحوالك؟ عايش لاباس عايش أختي عسلامة دكتور. مرحبا مرحبا بك مدام. عايش. يعيشك. شو دكتور عايش.
انا مشكلتي اللي انا عندي العروق نتاع العين ضعاف برشا، اللي انا صغيره هكاك فمعناتها عيب خلقي. حبيت نعرف اسكو فماش بوسيبيليتي وانه معناها فما حل المشكل. انا كي كنت قبل كنت نشوف بالكدا ومن بعد بدات حالتي تدهور بشويه بشويه، توا بريسكو صرت صفر معناها ما عادش نجم لا نقرا لا نكتب لا فهمت، صرت في نيفو خايب برشا. حبيت نعرف اسكو فماش حل معناها. قاعده تعدي مدام انت. والله اخر مره مشيت عندي تو بريسك 3 سنين قالوا لي ما فما حتى حل، حبيت نعرف اسكو فماش حل حاجه جديده. في قاعدة تاخذ في دواء عطينك دواء حرام باش تقطر حاجة حتى شوف نقعد نعديه بانتظام باش نتبعوه ضعف العروق هذا، وفي صورة ما إذا جينا حاجة معه ولا حاجة نفيقوا بها على بكري. تبقى كضعف العروق وكل شيء بالنسبة لضعف العروق ما فماش حاجة كبيرة تنجم تتعمل. نقعد نتبعه ونعديه بانتظام وأكهو ما فماش حاجة كبيرة نجم نعمل. عندك سؤال آخر مدام؟ لا والله لا. يعطيك صحة على الاتصال نتاعك، ميرسي بوكو، ميرسي للناس الكل اللي كلمونا. جاي وقت الربح توا، واليوم اطرحنا عليكم سؤال في أي عمر نجمو نبداو نعملوا اللازير؟ السؤال هذا شانجيبو عليه دكتور من أي عمر؟ أ بارتير دو 20 من 20 سنة. حب نقول مبروك البسام العجيلي، هو اللي ربح معنا الباك برودوي دو سوان من لي لابوراتوار اس في ار. الباك هذا اللي تلقاو فيه جيلي موسانت سيكافيت بلوس وكريم موس بلور. ميرسي بوكو للناس الكل اللي تابعونا. كانت هذيا اي اف ام سونتي باي ميد بوان تي ان. كان مازال عندكم اسئله تجمو تخليوها على موقع ميد بوان تي ان والاطباء يجاوبوكم على كل سؤال مجانا. ميرسي دكتور سامي النجار اخصائي في امراض وجراحة العيون والعلاج بالليزر. ميرسي إشراق، ميرسي عزة، ميرسي إيهاب. كانت هذه ألو إي إف إم سبيسيال سونتي، وكنت معاكم ربيب علوي من قدام الميكرو. بعد شوية تلقاو آخر الأخبار الوطنية والعالمية مع زميلتنا إيمان الطيب.